يا مساء الفل والخير والسعادة على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة وتوابع مباراة القمة وفوز الأهلي على الزمالك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحريفة. مساء الفل يا هند. مساء الفل حبيبة قلبي. انت كويسة؟ انا كويسة قوي الحمد لله. صوتك أحسن؟ بقيت اهو صوتي بيطلع امبارح كان رايح قوي. برحب بحضراتكم جميعا، كل جماهير النادي الأهلي من كل مكان. معانا النهاردة الحقيقة كلام كتير جدا ومواضيع مهمة جدا، فخلونا على طول نروح نشوف معانا ايه أخبار في السريع ونرجع لكم. أول خبر معانا النهاردة هو خبر مهم جدا وهو تقدم النادي الأهلي النهاردة الصبح بثلاث شكاوي للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لخروجه في وسائل الإعلام المختلفة وقناة نادي الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون، والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك وانه قليل ادب و و و وكثير من التجاوزات الكثير جدا في الحقيقه اللي تخدش الحياء، وكمان استهزأ وتطاول على النادي الاهلي ومجلس ادارته. الحقيقه زي ما جه في الخبر كمان يا اميره، رئيس نادي الزمالك خالف كل مبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم وأثار الفتن وساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية، وعشان كده طلب النادي الأهلي في شكوته بتطبيق اللوائح بوصف رئيس نادي الزمالك ممثلا لناديه وأنه أحد عناصر اللعبة، وكمان قدم الأهلي حافظة مستندات بتضم اسطوانات مدمجة بتحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم اللي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه وكمان بحق النادي الأهلي ومسؤوليه. فخلونا نشوف إيه اللي هيحصل الفترة الجاية، ويعني يا رب التجاوزات دي تخلص بقى. يعني خلينا نروح لتاني خبر عن رجال طايرة الأهلي اللي بيواصلوا عروضهم القوية بعد ما حققوا الفوز على فريق الاتحاد السكندري في المواجهة اللي جمعت بينهم امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري على صالة استاد القاهرة الدولي بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة علشان يكملوا نجاحاتهم في الدوري بعد ما فازوا في المباراة اللي فاتت على فريق الطيران بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة برضو. وبالنتائج دي واصل الفريق عروضه القوية اللي بيقدمها في البطولة بعد ما كسب الزمالك ذهابا وإيابا وفاز على فريق قارون في كاس مصر. بالظبط. نروح بقى من الأهلي لمنتخب مصر لكرة اليد والمباراة القوية جدا اللي هتتلعب النهاردة الساعة 9:30 بالليل مع المنتخب الدنماركي المصنف الثاني عالميا، عشان تكون دي آخر مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة العالم اللي بتتلعب في بولندا والسويد. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق النهاردة في المباراة. احنا كده كده صعدنا، حتى لو لا قدر الله وده إن شاء الله مش هيحصل خسرنا، بس أكيد عايزين نعدي بالمكسب إن شاء الله. مكسب يكون النهاردة ونكمل سلسلة انتصاراتنا في البطولة. آخر خبر معانا النهاردة هو موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي على المشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات واللي هتتلعب في العاصمة القطرية الدوحة من الفترة من 3 والحد 5 مارس اللي جاي، ومفروض اتحاد الجودو هيعلن عن قائمة المنتخب واللي هتسافر خلال الأيام اللي جاية دي علشان يسعى المنتخب خلال الفترة الجاية تجهيز أكبر قدر من اللعيبة الشباب عشان يحتكوا بشكل كبير وياخدوا خبرات تساعدهم على المنافسة مع المستويات الكبيرة والقوية في البطولة، وكل ده تحت إشراف الأسطورة محمد علي رشوان صاحب فضية أولمبياد لوس أنجلوس 1984. وكده تكون خلصت أخبارنا. تعالوا نروح للجزء الثاني من فقرتنا أو من فقراتنا، تعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي شارك في أول مباراة ليه امبارح مع فريق النصر السعودي ضد فريق الاتفاق، واللي انتهى بفوز العالمي بنتيجة 1-0 في الجولة ال14 من الدوري السعودي المحترفين.
للأسف ما سجلش رونالدو ولا صنع أي هدف في المباراة، لكنه صنع فرصتين قويتين، واحدة منهم كانت هتكون هدف، وسدد 4 تسديدات، واحدة منهم كانت ما بين القائمين والعارضة، تصدى ليها الحارس. طبعا كان نفسنا يسجل هدف في أول مباراة لي في الدوري السعودي، لكن كان في سوء توفيق للأسف، وإن شاء الله يقدر يسجل في المباراة الجاية. خلصت فقرتنا الأولى، نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف مناورتنا النهاردة بتقول إيه. استنونا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المناورة. بما ان كلها يومين على افتتاح الحدث اللي كلنا في مصر او في الوطن العربي بنستناه من السنة للسنة، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 اللي هتبدأ يوم 25 يناير وهيستمر لحد يوم 6 فبراير. فاحنا قررنا النهاردة مناورتنا تكون عن الرياضة والأندية الرياضية ودورها في رفع المستوى الثقافي ووعي المجتمع. وطبعا احنا عارفين ان معرض الكتاب بيكون فرصة لكل الناس اللي بتحب القراية والمعرفة، والطلبة والأطفال وكل الفئات، انهم يروحوا ويشتروا الكتب اللي مستنيينها، وكمان بتبقى خروجه كده بيتبسطوا بيها بسبب المبادرات والفعاليات الكتيره اللي بتحصل طول ايام المعرض. فعشان كده احنا جايين نقول انه الرياضه عمرها ما كانت بدني بس، كلنا عارفين المقوله اللي بتتقال لنا من واحنا صغيرين، العقل السليم في الجسم السليم. فالرياضه والثقافه وكل ما يتعلق بيهم من قراءه وعلم ومعرفه ووجوه كلها لعملة واحدة، هما القوة الناعمة لأي بلد. في النهاية كلهم بيحققوا نفس الهدف، وهو بناء مجتمع وأشخاص سليمة وسوية وعندها وعي ومتفتحة. وعشان كده عايزين نقول للأندية المصرية، فين دوركم ومشاركتكم في رفع الوعي الثقافي؟ ايه الفعاليات اللي عملتوها وساهمتوا فيها وخدمتوا بيها او خدمتوا بيها على الشباب؟ الحقيقه ده مهم جدا يا اميره، انه الانديه المصريه تقدم مش بس رياضه وبطولات، لا انت لازم يبقى عندك زي بيقولوا وجبه ثقافيه بتقدمها مظبوط للناس اللي موجوده عندك. كلامك مظبوط جدا، وقرايه الكتب هي الوسيله الاولى للتعليم والتنوير، وللاسف الجيل الجديد للاسف ما بقاش يقرا خالص. السوشيال ميديا اكلت دماغه، ما بتخليهمش يفكروا ولا يدوروا على اي حاجه، ما عندهمش حتى الخلق انهم يقعدوا يمسكوا كتاب ويقروا فيه، ودي للاسف حاجه وحشه جدا جدا على شبابنا ومجتمعنا. ومن هنا يعني عايزه اوجه رساله لكل الاباء والامهات، معرض الكتاب ده مش للمثقفين بس، انت ممكن تعتبره رحله وخروجه عائليه، واحنا فعلا كنا زمان بنعتبره كده. يعني معرض الكتاب ده كان خروجه بنروح نقابل صحابنا ونتفسح فيه. حضرتك تقدر او حضرتك تقدري تاخديهم معاكي وتخليهم يختاروا كتب حابينها، من خلال اختياراتهم هتقدري تعرفي ايه هواياتهم، بيحبوا ايه، هتقدري تفهمي شخصيتهم او تفهم شخصيتهم وتنمي مهاراتهم في الحاجه اللي هم بيحبوها. في كتب بتخص كل الهوايات، ونعرفهم اهميه الكتب دي ايه، لان كمان كل كتاب الطفل بيقراه بيزود لعقله خبره ومعرفه ضعف عمره وتجاربه اللي عاشها. هو فرصه معرض الكتاب بجد بتتقدم لنا علشان نقرا ونعرف كل جديد، ما ينفعش نهجر الكتب والقرايه مهما حصل، لان بالقرايه والعلم بتنهض الامم وبتتقدم المجتمعات وبتواجه كل الصعوبات. وفي حكمه كده مهمه جدا بتقول ايه، بيت بلا كتب جسد بلا روح. ففرصة قدامنا في معرض الكتاب، بيبقى فيه كل الكتب وبتبقى بأسعار كويسة جدا وفيها مختلف المجالات اللي ممكن تفيدنا كلنا، نشتري ونرجع نقرأ من تاني إن شاء الله حاجات صغيرة قوي وتناسب أهم حاجة أهمية ابنك أو ابنك. صح صح، خلينا نقول إنه كمان في حكمة بتقول الكتب ليست أكوام من الورق الميت، إنها عقول تعيش على الأرفف. فافتحوا الكتب واقروا، مش شرط تقروا في الكتب العلمية والكتب المكلكعة من وجهة نظركم، وشوفوا انتوا بتحبوا ايه، بتحبوا فن، بتحبوا تاريخ، بتحبوا سياسة، ثقافة، رياضة، ايا كان اشتري واقرأ. ولازم ومهم جدا انه الأندية الرياضية في مصر ومراكز الشباب يكون ليها دور في ده، ويكون فيها لجنة ثقافية تشتغل طول الوقت على الجزئية دي وتدعم الشباب. والحقيقة خليني أقول إن إحنا محظوظين بالنادي الأهلي، يعني الحمد لله على نعمة النادي الأهلي في كل حاجة، بس النادي الأهلي في النقطة دي تحديدا بيدعم
كل المباريات اللي بيكون هدفها في نشر الوعي الثقافي والاهتمام بكل الأجيال. وزي ما شفنا السنة اللي فاتت التعاون مع وزارة الثقافة وافتتاح معرض الأهلي الأول للكتاب عشان يكون أول نادي رياضي في مصر يعمل ده، فدي حاجة مشرفة جدا، وهو الدور الرائد والتاريخي للأهلي في دعم مسيرة الثقافة داخل المجتمع. يعني حاجة بصراحة يا أميرة مشرفة جدا. بالظبط بالظبط هند، يمكن ده كمان بداية لفكرة جديدة للنادي الأهلي بيقدمها للأندية التانية، وما فيهاش حاجة لما نقلد بعض في الحاجة الصح، مش عيب ولا حرام. الحقيقة النادي الأهلي دايما بينتصر ودايما بيتصدر المواقف الإنسانية والإيجابية، وبيبادر وبيدي دوره كأي نادي رياضي على أكمل وجه. رياضة موجودة، مواقف إنسانية موجودة، مشاركة اجتماعية وثقافية ودعم للشباب، كل ده موجود، وده دور الرياضة. احنا مش دورنا اننا نكون بس متفوقين في المشهد الكروي والرياضي بس والرياضي بس، دورنا اننا نبني اجيال ناشئين وعقول سليمة ووعية، والمفروض من كل نادي كبير عنده شعبية جماهيرية يستغل ثقة جمهوره فيه ويوجهه بطريقته لفكر مختلف، ويقدم له الجزء الثقافي من خلال مبادرات وندوات ومعارض مختلفة، لان ده بيخلق يعني شاب تاني انت هتهتم بثقافته من وانت صغير، هتلاقي حاجة تانية مختلفة وفكر مختلف. بالظبط يا أميرة، احنا الحقيقة منتظرين بداية وافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخلونا نقول انها هتكون دورة مميزة جدا لأسباب كتير هنتكلم فيها، ولكن من أهمهم بالنسبة لي شخصية المعرض وهي الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين. والحقيقة محتاجين نشكر وزارة الثقافة على تمسكها بالأنشطة الثقافية والفنية مهما كانت الظروف صعبة. يعني خلونا نكمل كلامنا عن معرض الكتاب وموضوع حلقتنا عن الأندية الرياضية والثقافة مع الناقد الأدبي والكاتب الكبير دكتور شوكت المصري، واللي هينورنا النهاردة في الحريفة. لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع. ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لتاني فقرات حلقتنا. زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، معانا ومنورنا الناقد الأدبي والكاتب دكتور شوكت المصري، المدير التنفيذي السابق لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هنتكلم معاه عن النسخة الـ 54 وهنعرف منه أهم الكتب الموجودة وإيه الحاجات اللي ممكن نروح نعملها في المعرض، وكمان هيكلمنا عن دور الأندية الرياضية في رفع الوعي الثقافي في المجتمع وحاجات تانية كتير. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، كل سنة طيبين وكل الأهلاوية بخير، ومبروك الفوز في الماتش الاخير. اهلاوي طبعا يا دكتور؟ يعني طبعا اهلاوي ابا عن جد. يا جدع. طبعا سنه ما كانش اهلاوي بايه. صح صح، كل سنه طيبين وحضرتك طيب. خلينا الاول نتكلم عن النسخه ال 54 من معرض الكتاب. هو مبدئيا طبعا لازم نعرف ان معرض الكتاب انشئ اصلا في فتره، لو الناس يعني خاصمت ال 54 ال 54 دوره، لان انشئ بعد حرب 67 او بعد نكسه 67. كانت فكرة الدكتور ثروت عكاشة ان هو ان مصر تنتصر بالثقافة اولا، وان احنا نقدر نعدي من هذه النكسة او العابرة، فانشأ معرض القاهرة الدولي للكتاب ثم مهرجان القاهرة السينمائي ثم غيره من الفعاليات. يبقى يرجع الفضل الاول طبعا للدكتور ثروت عكاشة رحمة الله عليه وللدكتورة سهير القلماوي في انشاء هذا المعرض كأول معرض عربي للكتاب. وفضل معرض الكتاب بيمر بثلاث مراحل. احنا عارفين مرحله اللي كانت في دار الاوبرا المصريه او ارض الاوبرا الموجوده حاليا، اللي كانت ارض المعارض زمان بالضبط. ثم ارض المعارض في مدينه نصر، ثم مع اليوبيل الذهبي و50 سنه على المعرض انتقل لمركز مصر للمعارض الدوليه على محور المشير. اللي كل انتقالها معرض الكتاب كانت انتقاله على اكثر من مستوى. على مستوى الانشطه بدا المعرض انشطته القويه جدا في مدينه نصر، ثم انتقل الى المعرض في مركز مصر للمعارض علشان يستوعب اكثر من 1100 ناشر مصري وعربي بيشاركوا في المعرض. اي زائر لمعرض القاهره الدولي للكتاب عليه ان هو يبقى عنده شويه معلومات بسيطه عن المعرض. يمكن في الفتره اللي فاتت من بعد من اول اليوبيل انشات وزاره الثقافه المصريه، انا ذاك كانت معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم وكانت الدكتوره ياسر الحاج عبد الرئيس الهيئه، انشاوا منصه معرض القاهره الدولي للكتاب او المنصه الرقميه للمعرض. ودي نصيحه لكل المشاهدين من المصريين والعرب وغيره، ان حضرتك قبل ما تتحرك لمعرض الكتاب
يخش على المنصه دي عشان يعرف كل المعلومات. اكتب على 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 سيرش على جوجل على اي متصفح منصه معرض القاهره الدولي للكتاب. اول نتيجه هتجي لك هتلاقي دليل الزوار، خطوط الاتوبيسات اللي ممكن تتحرك بيها. هتخش الشمال كده فوق هتلاقي ثلاث شرط، هتدوس عليهم هتلاقي موجود دور النشر المشاركه. عايزين بقى نتكلم، يعني طبعا ده اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا جدا جدا، انه الزائر قبل ما يروح يعرف كل حاجه من المنصه دي، وكويس ان حضرتك ذكرت ده. نروح لاختيار شخصيه المعرض، عايزك تقول لي ازاي بيتم اختيار شخصيه المعرض كل سنه، وعن صلاح جاهين السنه دي واختياره. ما هو من ضمن التطور اللي حصل ان معرض القاهره الدولي للكتاب عمل حاجتين جداد، عمل دولة ضيف الشرف اللي هي الدولة طبعا بقى لنا أكتر من 20 سنة بنستضيف دولة ضيف الشرف اللي هي السنة دي المملكة الأردنية الهاشمية، وشخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي طبعا كان طه حسين فترة، كان نجيب محفوظ، كان وغيره. اللجنة العليا للمعرض لما بتجتمع وبتقرر إنها تشوف فين الشخصية اللي هي بتحقق الرؤية الثقافية المصرية في هذا العام، أو الوجهة اللي إحنا رايحين لها. كان الاختيار اللي عندنا هو صلاح جاهين، واترشح ثلاث شخصيات على اساس نكون عايزين نتكلم على الهويه المصريه والتاكيد على الهويه المصريه. صلاح جاهين مش هقول مين كان مترشح غير صلاح جاهين، كان مترشح شعراء عاميه وكتاب وفلاسفه وغيره، انا شخصيا رشحت اثنين منهم صلاح جاهين وحد ثاني. عبد الرحمن بدوي مثلا كان استاذ الفلسفه. فتم اختيار صلاح جاهين على اساس ان هو بيحقق صيغه الشخصيه المصريه في اكتر من جانب. اولا ان هو مبدع متنوع جدا، كتب افلام، مثل، رسم كاريكاتير، كاتب شعر، كاتب اغاني، شاعر عاميه، كاتب اغاني. صلاح جاهين كمان كان مهموم بالقضيه المصريه، يمكن احنا خدنا العباره بتاعته اللي هي على اسم مصر بقت السلوجان بتاع المعرض، معرض القاهره الدولي للكتاب على اسم مصر، اللي هو كاتب فيه على اسم مصر التاريخي، يقدر يقول ما شاء وانا مصر عندي احب اجمل الاشياء. فهو شاعر مصري حتى النخاع، بيسموه كده عصير الشخصيه المصريه. هو صلاح جاهين ده عصير الشخصيه المصريه، الدم الخفيف، الشخص الاكتف في كل مجال، اللي بيعرف في كل حاجه مبدئيا، المكتئب احيانا والحزين طبعا، وكان عنده فترات حزنه الطويله بخصوص صلاح جاهين، لكنه صراحه كان حزنه منتج. فاختيار الشخصيه بيبقى ليه؟ عشان ننور على هذه الشخصيه، نعيد للاجيال الجديده الموجوده ولادنا وبناتنا التعريف بهذا الشخص. طبعا هيئه الكتاب قامت بطبع اعمال صلاح جاهين الشعريه مره اخرى، ومطروحه بسعر لازم نقول ان هو سعر رمزي مهما بلغ الامر، ان هو سعر تكلفه الكتاب بعيدا عن الايه، يعني ما فيش ارباح كتب وزاره الثقافه، وده هنتكلم فيه في الفتره الجايه. انا في ظل الوضع الاقتصادي انا اقدر اروح معرض الكتاب هعمل ايه في ظل ارتفاع الاسعار الموجود وميزانيتي. فاختيار شخصيه المعرض بيكون رساله بيقدمها المعرض لجمهوره، وتعريف برواد الثقافه المصريه ورموز الثقافه المصريه الكبار. يعني ده كان تقريبا ده كان سبب الاختيار الرئيسي. قبل كده كان جمال حمدان كشخصيه معرض، كان الامام محمد عبده من حوالي 3 4 سنين. فالسنه دي كان الاختيار لشاعرنا الكبير ومبدعنا صلاح جاهين. اختيار موفق طبعا جدا، وده يعتبر بيمثل تكريم يعني هو تكريم للمعرض صدقيني. طبعا يعني انا في وجهه نظري ان صلاح جاهين يعني يكرم كل الناس. يعني من وجهه نظر حضرتك مين يستحق بقى اللقب السنه؟ والله احنا عندنا مبدعين كبار، انا كان نفسي عبد الرحمن بدوي الاستاذ الفلسفه الكبير، عندنا كتاب يعني كتاب كبار، الشاعر محمد عفيفي مطر، عندنا مصر مليانه بمبدعينها وبرموزها في الفكر وفي الثقافه، ففي رموز كتيره جدا. لكن خلينا نقول ان نفسي ان دوله ضيف الشرف في الفتره الجايه تكون دوله اوروبيه، يعني المره دي دوله عربيه، سنة أفريقية مثلا، بس نفسي يكون دولة أوروبية علشان العلاقات الثقافية المصرية الأوروبية. السنة اللي فاتت كان اليونان بالمناسبة، السنة دي الأردن، والمملكة الأردنية بالمناسبة مقدمة برنامج مهم جدا على مستوى الأطفال والبرنامج الفكري، وعلى مستوى على أكثر من مستوى. يعني المعرض السنة دي عنده تحديات مختلفة عن كل سنة، ألا وهي أنه صناعة الكتب أو تكلفة الكتب نفسها غليت شوية. هل ده يأثر على المعرض، على سعر الكتب، على اللي بيشتري الكتاب؟ هو طبعا انا حتى كناقد متخصص واستاذ في الجامعه بيبقى عندي مشكله فعلا، حتى وانا يعني بمرتبي ودخلي، واحنا بنتكلم على وضع اقتصادي مأزوم في العالم كله مش بس في مصر، على ان سعر الكتاب، ان النهارده لو عندي كتاب ب 300 400 جنيه وانا دخلي 5 6000 جنيه، طب انا هقص من دخلي علشان اشتري الكتاب. ولذلك انا عايز افرق بين مستويين من مستويات زوار المعرض عشان بس الناس وهي بتتحرك تبقى عارفه.
هم صراحة ثلاث مستويات. في مستوى اللي هو بيتفسح يعني رايح بيعمل جولة، وده مهم جدا لأن حقيقة إن حتى فكرة الفسحة الثقافية دي فكرة مهمة جدا طبعا. ما أنا ممكن أروح أخد ولادي وأروح مثلا مسرح البالون أو أخدهم جنينة الحيوانات أو أخدهم قلعة صلاح الدين أو مسجد محمد علي والمنطقة دي، ده جزء من السياحة الثقافية لازم يكون موجود في الأسرة المصرية يبقوا عارفينه كويس. صحيح. إنما في عندي مستويين من مستويات زوار المعرض أو القارئ. أنا بحب جملة لأستاذنا الكبير ميمي الشربيني كان بيقولها على كان عماد متعب قلت عليه كده في وانا احنا بنسميه شاعر المعلقين. كان بيقول عماد متعب يودع مرحله المراهقه الكرويه ويوقع عقدا مع الاحتراف. كويس. فانا عندي مستويين في القراءه، هاوي ومحترف. المحترف اللي هو المتخصص اللي هو مثلا حد بيعمل ماجستير في الاعلام، اعلام الرياضي مثلا، بيعمل دكتوراه في الطب في الجراحه في غيره، بيعمل حاجه في الاقتصاد، ده المحترف. المحترف قبل ما بيتحرك للمعرض بيكون عنده قائمة مراجعه، دور النشر اللي بيخش على المنصة برضو عشان يعرف الأسعار لو هيتحرك فيها دي نقطة. وعندي مستوى الهاوي، الهاوي بيقع في مشكلة بسيطة جدا إن هو أولا لما بيروح المعرض بيدور على الكتب المشهورة. مظبوط. الحيرة كويس. الحيرة وكأن والمفترض ده دي ثقافة لازم نتجاوزها بقى، لأن القضية في القراءة ليست قضية الشهرة، القضية في القراءة قضية الأفضل شوية. هقول لحضرتك وجهة النظر بتبقى إيه؟ يعني طبعا. إحنا بنبقى عايزين أولا ما بقاش في خلق ولا روح إن إحنا نقعد نجرب كتب، فاللي بيحصل إن إحنا بناخد اقتراحات من الناس اللي قرت ده حلو مين بيخش على مواقع جودريدز أو جروبات أو غيره. بالظبط بتبقى رايح عايز تعرف ده كتاب حلو جدا، الريفيوز بتاعته أو التعليقات بتاعته كويسة فأنا عايز أقراه. كويس. أنا في ظل الوضع الاقتصادي بنصح الناس كلها المحترفين واللي هو إنه يتحرك الأول على مكتبات سور الأزبكية، وهي موجودة في معرض كتاب أكتر من 50 مكتبة مشاركة في المعرض، ودول مش زي ما احنا فاكرين أنا هروح أدور في كوام الكتب، لا خالص. بتروح صاحب دار المكتبة بتقول له أنت عندك كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي، عندك كتاب الدكتور جمال حمدان كذا، هيقول لك آه. هلاقي أولا بغيتي لو أنا عندي قائمة الحاجات اللي أنا عايزها هلاقيها موجودة في سور الأزبكية بسعر مخفض. اثنين، أجنبي المصرية وزارة الثقافة المصرية، وتحديدا أنا عايز أنصح الناس إن المركز القومي للطفل بيعمل كتب للأطفال، وهيئة الكتاب بتعمل كتب للأطفال، وأصول الثقافة بتعمل كتب للأطفال. الكتب دي متنوعة ما بين قصص مصورة، كتب تلوين، كتب اللي هي بازل بتتجمع. يعني هلاقي كتاب نازل في كرتونة كده هيئة الكتاب بتطلعه، بازل للأطفال من سن ومكتوب عليه السن من سن سنتين لسن خمس سنوات ثلاث سنوات. هلاقي كتاب مثلا العلبة دي ب 60 جنيه. دي لو رحت دار نشر خاصة مع تقديري لجهود دور النشر الخاصة في كتب دي مش هتقل عن 400 جنيه. دي حقيقة. فأنا الأول أتحرك على قطاعات الحكومية اللي بتنتج كتب في المجالات المتخصصة. هلاقي كتب للأطفال، هلاقي كتب موسوعات، هلاقي كل ده فين؟ في وزارة الثقافة. ليها كام جناح الوزارة؟ ليها لائحة عمل أصول الثقافة، اللي هي عمل الكتاب طبعا اللي بتنظم المعرض، أصول الثقافة، المركز القومي للترجمة، معظم الروايات المترجمة اللي نازلة كتب سلسلة الجوائز وكتب وغيرها، ناس واخدين نوبل وغيره، أقدر أنا إن أنا أنفتح بس على الثقافة، ما بقاش مربوط بإن أنا رايح أشتري كتاب الكاتب شوكة المصري، ده بيقولوا ترند، بيقولوا مشهور. عايز حضرتك تقول للناس اللي بتتفرج إزاي كل واحد يعرف يجيب الكتاب المناسب ليه. لو حد بيهتم بالرياضه بالفن بكذا بكذا، ازاي انا اقدر اروح اختار الكتاب المناسب ليا عشان ما يبقاش ليا تجربه سيئه مع الكتب واقول لا ده انا جبت كتاب ومطلعش حلو فمش هقرا تاني. هو مبدئيا الكتاب الجيد هو الكتاب اللي بيحقق حاجتين، ان هو بيحقق اهتماماتي الاول. يعني انا عندي ابني هو موجود بره هنا في السعوديه، لما جه بيروح معرض الكتاب فباخده على دار نشر بتاع حد صديقنا اسمه شريف بكر يعني. فبروحه دار ليه؟ لان بينزل كتب في الكوره، فهلاقي كتاب سيره ذاتيه بتاع محمد صلاح، هلاقي كتب عن الفيفا، هلاقي كتب عن مثلا يعني اسم دار العرب يعني دار من المشاركين في المعرض، لان كمان شريف عضو اللجنه معانا لجنه النشاط المهني في معرض الكتاب. فبروح انا عايز اروح اختار كتاب، انا لما جيت هو لقيته بيحب الكوره فرحت جاي واخده موديه على الاهتمامات. طيب هو بيحب الكوره كمتفرج عايز يعرف تاريخ الفيفا، ليه ظهر في كتاب نازل عن فساد الفيفا مثلا يعني، تلاقي وكتاب مترجم اجنبي، أسرار التي لا يعلمها أحد، تاريخ كرة القدم في العالم، كتاب مؤمن محمد الدوري المصري، مؤمن محمد واحد من الأهلوية اللي يعني المجانين، فليه كتاب نازل عن الأهلي. سؤال، في معلومات عندي على الفيسبوك في بوستات كتيرة جدا مغلوطة،
حتى عن نادي الاهلي او كذا يقول لك لا اصل حصل اصل مش واخد بالك الاهلي ما جه جم النادي الاسماعيلي مش عارف يعمل ايه. فالاهلي رفض مؤمن محمدي مفند في الكتاب بتاعه هذه الامور. وحقيقه الكتاب هو الحامل او الاقدر بحمل الحقيقه، مش ان انا الاقي بوست على الفيسبوك او منشور فارجع عليه علشان اقعد اقول ده معلومه صحيحه. دي نقطه. فاول حاجه الكتاب يكون موافق اهتماماتي. تاني حاجه الكاتب ده يكون، انا هرجع زي ما تقول الاستاذه لفكره الريفيوهات اللي موجوده او المراجعات بتعمل على الكتب. في كاتب في مجاله، يعني هروح اعرف التاريخ فهلاقي شفيق غربال، اعرف التاريخ هلاقي الدكتور محمد عفيفي، هعرف التاريخ يبقى اجيب مؤرخ مصري مثلا زي يونان لبيب زي كذا، اعرف الاول اعلام التاريخ المصري مين، اعلام المؤلفين زي ما بيقولوا. انا راجل متخصص في النقد الادبي فبروح على دور النشر العربيه، المؤسسه الجامعيه، اتحاد الكتاب السوريين، الكتب الجامعيه وغيرها علشان الاقي اهتماماتي. يبقى اذا انا لازم الكتاب يكون اولا بيوافق اهتماماتي، ثانيا يكون الكاتب بتاعه له ثقل في هذا الامر. طيب والروايات والبيست سيلر وغيره، انا بحب الروايات اوكي، ما عنديش مانع انك تقرا لاحمد مراد واحمد خالد توفيق وغيره وغيره، لكن ما تدور شويه على نجيب محفوظ، دور فينا بس في ناس الحاجات دي صعبه عليها برضو، ما تروح شويه ليحيى الطاهر عبد الله، ما تروحش يعني مش كل الناس. في ناس صعبه عليها، بحس ان الثقافه طريقها عامل زي الرياضه شبه بعض. يعني انت ما ينفعش تروح تلعب في ليفربول بالظبط، لازم تاخدها خطوات الا خطوات. طبعا محمد صلاح خطوه لازم تاخدها خطوات، يعني لازم يكون في، لا لازم كمان ان انا لما عاوز اتابع او اتعلم خطط بفترض يعني انا كده هروح اتفرج على جوارديولا بيعمل ايه، على الخطه للتغيير مثلا، يعني بيغير ازاي التشكيل. عايز اتفرج على حاجه ثقيله فاروح نجيب محفوظ، لان الروايه يعني ده العميد بتاع الروايه العربيه. فلو انت رحت لنجيب محفوظ وانت رايح سور الازبكيه وجبت الروايه بتاعته ب 10 جنيه او ب 15 جنيه صدقني هترجع تقرا ميرامار ولا قصر الشوق ولا تاخدها ترجع تلاقي مستوى. موضوع مهم الحلقه دور الانديه بقى، دور الانديه ودور تحديدا كمان نادي الاهلي في انه بيضيف للمجتمع برضو، بيهتم بالجزء الثقافي. انا كان يعني ليا الشرف ان انا كنت حضرت افتتاح المعرض النادي الاهلي اللي اتعمل اظن في شهر 7 اللي فات. وصراحه كان تعاون كبير جدا من اللجنه الثقافيه، خلينا نقول طبعا الكابتن محمود الخطيب وليه كل التحيه والتقدير، يعني رمز مصر كبير يعني. لكن كمان دور اللجنه الثقافيه برئاسه المخرج المبدع الفنان الكبير الدكتور خالد جلال وعضويه باسم صادق وغيرهم، المجموعه اللي هم حوالي حاجه و20 واحد اللي هم اعضاء اللجنه الثقافيه للنادي الاهلي. اما النادي الاهلي بيمنح ارض طبعا، ده الدكتور هيثم الحاج علي والدكتور انس عبد الدايم ربنا يديها الصحه، وفي اثناء افتتاح المعرض وانا كنت موجود، بس كنت مستني الخطيب عشان اتصور معاه. انا موجود وراه مع اولادي. فطبعا النادي الاهلي لما يدي ارض في مساحه زي دي، مساحه وعندنا برضو دكتور احمد بهيه موجوده في الرئيس الحالي، انه يدي مساحه كبيره زي دي ويخصص اسبوع 10 ايام للناشرين المصريين والعرب علشان يعرضوا كتبهم داخل النادي، دي مش بس خدمه لاعضاء النادي ومش بس خدمه للناشرين، حقيقه دي خدمه للثقافه المصريه. ان هو بيقول ان الثقافه، ان الرياضه، يعني دي رساله بيقدمها النادي الاهلي، ان الرياضه لا تنفصل باي حال من الاحوال، ان الرياضه ليست فقط للابدان وانما العقول زي ما حضرتك قلتي فيه وبتكلموا في المقدمه بالزبط. قبل ما ادخل عليكم الاستوديو، ان في جزء مهم جدا ان الثقافه دي شيء مهم، الثقافه دي يعني حتى الرياضه بالمناسبه ثقافه واقتصاد واستثمار دلوقتي. فكان عندنا 24 ناشر، الارض اتاخدت باسعار رمزيه جدا، الناشرين طبعا فخورين بالتجربه وكانوا سعداء والنتائج كانت عاليه بالمناسبه، ولذلك كانوا بيتكلموا ان هيتم عمل في الثلاث فروع، فرع زايد وفرع مدينه نصر، عمل معارض. لو كل نادي في مصر، لو احنا عدينا النوادي اللي في مصر بمقراتها قدروا يعملوا معرض كتاب، تخيلوا ممكن يبقى عندنا في السنه الواحده احنا 12 شهر لو عندنا 24 نادي، يبقى كل نادي هيعمل معرضين كل شهر. دي حقيقة. فمعنى المعرضين، معنى بنتكلم في النادي بيخدم كام ألف عضو للنادي، وكنت بتمنى أن يكون في مكان كمان يقدر، بس طبعا كان صعوبة جدا تنفيذه، أن يقدر يتفتح بابه للجمهور، يعني يبقى فيه باب لغير أعضاء النادي، لكن كان هيبقى التأمين والدخول صعب، هيبقى صعب جدا. لكن
في الانشاء. هو ده اهم حاجه، انه اعضاء النادي اللي خروجتهم كل يوم النادي من امهات واطفال وشباب، ان هم يقروا كتب، ان هم معديين رايحين يشتروا فرايز، هيبصوا هيبصوا كده ايه ده، طب ما اشتري. بالمناسبه لما بيكون في ماتشات واحنا في المعرض، في اثناء ماتشات المعرض بنحط شاشات كبيره جدا، فبيبقى في ماتشات كنا بننقل الندوات الثقافيه ما بتبقاش موجوده داخل اثناء مده الماتش يعني، علشان ما فيش انفصال ابدا بين الرياضه وبين الثقافه، بالعكس الثقافه والرياضه يعني، لا ثقافه بلا رياضه ولا رياضه بلا ثقافه. كان عندي طبعا، كان معانا عضو في اللجنه العليا للمعرض، هو كابتن اهلي كبير برضو، الكابتن محمد فضل كان عضو في اللجنه الثقافيه للمعرض، وبصراحه قدم نشاطه. طبعا استضفنا الكابتن محمود الخطيب في المعرض في ندوه مهمه جدا من حوالي اظن الدوره 49، وكان رغم ظروفه الصحيه طبعا كان منورنا. فدور الانديه في دعم الثقافه مهم جدا. كمان اللجنه الثقافيه للاهلي عامله نشاط مسرحي، عامله نشاط فكري، عامله مناقشات كتب، عامله عروض. انا كنت قاعد مع الاستاذ باسم صادق وبيحكي لي على البرنامج الثقافي للنادي الاهلي اللي عملوه لمده عام كامل. دي دعوه لكل الانديه المصريه، مش بس انديه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والوزاره الشبابيه، ان داخل اسوار الانديه حتى الانديه ومراكز الشباب اللي في القرى، ان يكون فيها معارض كتب ولو جزئيه حتى الناشرين المحافظه، ويكون فيها انشطه، لان الشباب لما يروح يقرا كتاب، يسمع ندوه، يتفرج على فيلم بتحليله، مش بس السينما فقط، انا بتفرج، ما بتفرج على السينما على الموبايل وعلى التلفزيون، لكن كمان يكون في مناقشات، لان بالفعل الثقافه توسعت توسع كبير جدا، وبقت اكبر من مجرد فكره نطلع واقرا كتاب. بالظبط يا دكتور، احنا نتمنى ان الشباب كلها يروحوا لموضوع الكتب دي، لان فعلا قد ايه الكتب دي مهمه جدا. احنا بنشكرك، للاسف يعني فقرتنا خلصت، بس عايزين حضرتك توجه بقى رساله للشباب دلوقتي وتقول لهم ايه، وتنصحهم يا ريت يبعدوا برضو عن أنا عايز أنصح الشباب وأقول لهم في ظل الوضع الاقتصادي، لو أنت مش قادر كونوا مجموعات بينكم وبين بعض. أنا بحب أقرأ رواية، أنت بتحب تقرأ شعر، صاحبنا التالت بيحب يقرأ قصة قصيرة، الرابع بيحب يقرأ كذا. نعمل لو كل واحد راح جاب كتاب أو كتابين من المعرض، صدقوني أرخص أو أثمن سلعة ثمنها رخيص هي الكتاب وهي المعرفة. اعملوا ده علشان نعدي الأزمة، وان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها يكون الوضع افضل ويكون العالم اكثر سلاما. بنشكر حضرتك جدا جدا، نورتنا، وبتمنى لك كل التوفيق. خلصت فقرتنا، هنروح دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. كان لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي فقره 2 على 1. معانا ومنورنا واحد من اهم نجوم الجمباز في تاريخ اللعبه في مصر والنادي الاهلي، لعيب من طراز خاص، فاز بخمس ذهبيات وفضيه في بطوله افريقيا للجمباز، شارك في اولمبياد طوكيو اللي فاتت، ومرشح بقوه للتاهل في اولمبياد باريس اللي جايه باذن الله. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع تاني. زي ما شفنا معانا ومنورنا الكابتن عمر العربي نجم الاهلي ومنتخب مصر للجمباز، اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا الاخبار؟ منورنا. ربنا يخليك، نور نوركم. يعني انت النهارده كده يبقى ليك تقريبا سنه واربع شهور في النادي الاهلي. عايز اعرف البدايه كانت جت ازاي، انضمامك للنادي الاهلي، وايه اللي حققته في السنه دي، ملخص كده السنه. البدايه ابتدت ان كان كابتن بيدربني في المنتخب، كان مسؤول هناك في النادي الاهلي، ودكتور محمد فؤاد المدير الفني، كابتن كريم المدرب العام الحالي اللي موجود، الناس كلنا الجمباز كله يعرف بعضه، فالناس تعرفني كويس، كانوا بيمروني في المنتخب قبل كده. قالوا لي داخل فتره جديده، تحديات جديده، دنيا جديده، ليفل جديد، ايه رايك انك تيجي الاهلي؟ طبعا حاجه ما حصلتش قبل كده في الجمباز، ان انا اروح امضي باسم نادي اهلي او احترف، تبقى حاجه كده مميزه يعني في السي في بتاعي. فطبعا لقيت فرصه كويسه فرحت النادي الاهلي. السنه دي لعبت بطولتين جمهوريه، الاثنين الحمد لله جبنا اول فريق، الاثنين جبنا ميداليات فرديه كتير، تقريبا اعلى نادي جايب ميداليات في البطولتين الحمد لله، غير البطولات اللي مالهاش علاقه بالنوادي، بقى ليها علاقه بالمنتخب وانا في نادي الاهلي. بس في تمكن كده. لا عمر انا شفته وحضرت له كذا مره. جيت لي ساعه تاهل برضه. ايوه ساعه البطوله المؤهله حضرتني.
عمر انت بدات جمباز وانت عندك 6 سنين، ده سن صغير قوي ان الطفل يلتزم، الطفل في الوقت ده عايز يلعب ويتبسط. انا عايزك تكلمني عن المرحله دي. بصي، هو اصلا انا كده متاخر كمان، يعني في ناس بتبتدي من 4 سنين من بدري، في 3 شويه كمان. لكن الموضوع كله هو الطفل بيبقى عنده باور، ف صح. يعني انا كمان كنت طفل شقي شويه، فانه كان افضل حاجه ان اطلع الباور بتاعي ده بشكل ايجابي هو كان الجمباز بصراحه، هو رياضه عموما، بس هو الجمباز بشكل خاص، لان هو الجمباز بيهد خالص، يعني هو وقت تمرين كتير. كمان هو عايز شويه يديك فلكسبيليتي، وبعدين شويه يعتمد على باور، فكذا حاجه، فانت بتبقى خلاص بقى تخلص كل اللي عندك، عايز باور راح، عايز فلكسبيليتي راح، عايز شقاوه كله راح. فلا، ده كانت فتره بالنسبه لي كويسه جدا. كمان كان بياخد وقت كتير قوي من يومي، فانا مش ما فيش حاجه ضايق، يعني ما فيش حاجه وحشه بضيع فيها وقتي. هو جمباز دراسه وخلاص وكده خلصت بالظبط. رياضه جمباز تحديدا كويسة، يعني غير اي رياضه تانية كمان بيبقى ليها مواصفات تانية مختلفه. ايه بقى صفات لعيب الجمباز الشاطر؟ يعني الحاجه اللي متفق عليها انك لازم جسمك شويه يبقى شبه الهرم. أيوة. بس مقلوب، ان هو انت تبقى كتافك من فوق اعرض من جسمك، من فوق من تحت. كمان شويه ايدك تبقى طويله، تبقى قصير. ده في ناس طويله وكويسه جدا في الجمباز وابطال، بس القصيرين بيبقوا اكتر بكتير، مميزين اكتر، عشان في اجازه بتاعت رمضان. لا لا، في البلد العكس، الطوال ده بجد. اوكي، طب مرونه بقى، فلكسبيليتي، الحاجات دي اكيد طبعا. اكيد ده بيبقى عذاب على كبر، بس وانت صغير بيبقى موضوع سهل. انت عارف ان انا وانا صغير كنت عايزه العب جمباز بجد، كنت بقعد بلاقي نفسي بقى بعرف اجيب رجلي هنا واعمل هنا، بس ما حدش ساعدني في القصه. بس هو الفني في البنات بصراحه انا شايف مرمطه، يعني هو بجد متعب قوي. ما اكيد ما كنتش هبقى بطله يعني، كان ممكن العب شويه كده. ليه كده؟ ليه كده بتحبسي نفسك يعني؟ خلاص لسه ما جربناش. لا لا، بس الموضوع صعب بصراحه، يعني اصاباته كمان شويه لا قدر الله ممكن من اقل حاجه، يعني ممكن ابقى انا رايح مثلا مش نايم كويس اقع الاقي نفسي اتصبت. بس والاصابات في كتيره وحشه وسهله، يعني احنا بالنسبه لنا الخلع والكسور والحاجات دي عادي كده. هتقعد تحكي لنا على كل الاصابات. اعمل صبي وارجع اكمل. هتحكي لنا على الاصابات كلها. صح. نروح ليومك. انت يومك بيبتدي ازاي من الاول كده؟ احكي لنا عن اليوم الاول. يعني يوم الطبيعي ببتدي بتمرين الصبح الساعه 10، بدايه تمرين، بنزل التراك اجري، بعدين جيم، وبعدين بروح على صاله الجمباز اعمل فيتنس ليه علاقه بالجمباز وبالاجهزه، وبعدين بخلص الكلام ده كله الساعه 12 تقريبا. برجع افضل قاعد شويه، انزل اتغدى الساعه 1 او 2، انام، اصحى الساعه 6، عندي التمرين في الجمباز الثقيله بقى اللي هي فيها الحركات وفيها البهدله كلها، وبخلصها الساعه 10 وخلاص كده اليوم خلص. والله ايه ده، ما بيخرجش احلى حاجه. ايوه لا، احيانا بيخرجوا بالليل، يعني اليوم اللي بيبقى زي يوم الجمعه ده مثلا بيبقى فيه تمرينه واحده بس، ممكن نخلص ونخرج كلنا مع بعض ناكل بره ونرجع تاني. بس حلو قوي، ربنا كرمك والله. طبعا والله سهل موفر فلوس والله، احلى حاجه. لا لا لا، بيعمل حاجه مفيده جدا. صح. طيب انت، احنا بنتكلم على الاصابات، ان الاصابات بتبقى خطيره جدا. انت تعرضت للاصابات كانت جامده قوي، احكي لنا عنها. كتير. بدايتها اكتر اصابتين كانوا يعني شويه صعبين بالنسبه لي، ده كسرت وانا صغير 12 سنه تقريبا. لفت على جهاز العقلة فاتكسرت، واصابه رجلي، اصابه رجلي دي اللي عملت فيها عمليه، قعدت فيها سنه كامله مش بتمرن. كانت ايه؟ كان الاول شرخ اجهادي عادي، اصابه طبيعيه، بس بشكل ما اتعالجت منه غلط، فالموضوع كبر شويه، فانا والناس ما بقناش عارفين في ايه في رجلي. ده كده بشكل ما مش عارفين ان هو المفروض ده شرخ، بعدين حصل تكلسات، فالموضوع بقى صعب شويه. يعني في مره اصابه الدكتور قال لك انت مش هتقدر تلعب تاني مثلا، او خوفك كده؟ كانت اصابه الرجل دي. دخلت لكذا دكتور كمان، كل واحد يعني بيقول كلام مختلف عن التاني، وعمليه مختلفه عن التانيه، لغايه ما اتفقنا على عمليه معينه. ودخلت عملتها، رجعت الدكتور طبعا عشان نفسيتي، فقال لي لا لا لا، انت شهرين والدنيا تبقى تمام. فكيت الجبس بعد شهر ونص، رحت عشان أأهل، أو شهرين تقريبا رحت عشان أأهل. دكاترة أنت هتعرف تجري إزاي؟ مش عارف مين جاله الإصابة دي وبطل، مين جاله الإصابة دي وحصل له إيه؟ مش هتعرف تجري. فالموضوع ابتدى يبقى كله في دماغي، مش هرجع خلاص، مش هرجع خلاص. الموضوع كان صعب قوي بصراحة، لأن أنا الجمباز تقريبا أخد كل وقتي،
وده حلم انا بحلمه انا ومامتي من زمان، بالذات ان هو كان قبل سنه التاهيل على طول. بس يعني حلم بحلمه انا ومامتي ان انا اروح الاولمبياد، وخلاص كانت قريبه بشكل ما، وبعدين هوب انت مش هترجع تشتغل جمباز تاني، فالموضوع كان شويه صعب. بس قعدت 6 شهور تقريبا في البيت، في شويه اكتئاب كده ومش عارف ايه وزعل. لقيت ست شهور في البيت ما بتمرنش خالص. يعني لقيت مامتي الصراحه كانت في ظهري جامد، الاتحاد كان في ظهري جامد. يعني في ناس انا يعني الموضوع كان اللي هو احنا خلاص عملنا عمليه وقمت بالسلامه خلاص كده شغلتنا خلصت، لا الناس كانت في ظهري جامد، مدربيني كانوا في ظهري جامد، الجهاز الفني الناس كانت في ظهري جامد، اللي هو احنا عيله. فابتديت اخد تاني بوزيتيف انرجي، يلا هنرجع. نزلت عملت تاهيل انا والمدرب بتاعي ورجعت زي الفل الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الفتره دي بقى هي اكيد مش بسهوله الجمل اللي انت بتقولها، انا عايز اعرف عديتها ازاي ورجعت منها ازاي نفسيا بقى. يعني اكيد كل يوم كنت بتفكر مع نفسك انا هعمل ايه دلوقتي غير الجمباز؟ انا شويه كنت في اوضتي بس، شويه كنت خلاص ما بتكلمش، وعصبي مش عايز اتكلم في الموضوع ومش عايز افتكر اي حاجه عن الجمباز. الموضوع كان صعب ان انا افتكر حاجه كنت بحبها جدا مش هعرف اعمل منها حاجه تاني، بالذات ان ده انا شايفه ان هو مستقبلي. يعني انا لسه ما خلصتش، ما وصلتش لحاجه من اللي انا عايز اوصل لها، فان هو يخلص قبل ما اوصل لحاجه فما كانتش حاجه كويسه بالنسبه لي. فمامتي كانت كتير ثق في ربنا، هنرجع هنعمل، طب تعالى نشوف دكتور، اروح لدكتور يقول لي لا مش هترجع، شكرا امشي تاني ارجع اقعد في الاوضه. فالموضوع كان هو نفسيا كان صعب قوي بصراحه، كان اصعب حاجه نفسيا، لان انا لما نفسيا ابتديت ارجع تاني هي مامتي اللي تعبت معايا جدا في الموضوع ده، تعبت معايا جدا في الموضوع ده بصراحه. ابتديت تاني ارجع خلاص انا هتمرن، حتى وانا موجوع حتى وانا بعمل ابتديت اتاهل والدنيا اشوفها اللي هي خلاص لا في احتمال ان احنا نرجع. فالصراحه لولا وجود ربنا ثم مامتي كان زمان الموضوع. طب ممكن ممكن بقى وانت قاعد كده وعمال تقول مامتي وهي اللي ساعدتني وهي اللي دعمتني توجه لها رساله؟ يعني مش عارف من قلبك. من قلبك. مفيش كلام يقدر يوصف اللي في قلبي ليها بصراحه، بس يعني مش عارف اشكرها ازاي، بس انا بحبك كتير يا حبيبي. شكرا. فظيع حبيبتي مامتي، ربنا يخليها لك يا رب يا رب. طيب عايز اعرف منك ايه اهم واصعب بطولات شاركت فيها وايه اقربهم لقلبك؟ اقربهم لقلبي بطوله البحر المتوسط اللي فاتت، اللي من كام شهر، شهر 6 اللي فات دي، اقربهم لقلبي لان دي كانت تقريبا حسيت ان انا عملت فيها اكبر انجاز، ان انا عرفت ابين مصر بلدنا قدام ناس تقيله صح. يعني الحمد لله كان مستوايا كويس فيها جدا، التجهيز فيها كان كويس جدا، عرفت ابين مصر قويه، فدي حاجه الصراحه بسطتني جدا. والانجاز التاريخي بالنسبه لنا كلنا ان احنا طلعنا الفريق ال 15 على العالم في بطوله العالم اللي من كام شهر، شهر 9 اللي فات. ده انجاز ما حصلش قبل كده، احنا قريبين جدا ان احنا نتاهل اولمبياد فريق، دي اول مره تحصل لفريق عربي او افريقي عموما ان هو يعمل كده. والانجاز اللي احنا عملناه ده انجاز في حد ذاته تاريخي، انك تبقى من احسن 15 فريق في العالم طبعا وصد 98 فريق، الموضوع صعب جدا جدا وتعبنا له كتير بصراحه. فدول اكتر انجازين مهمين بالنسبه لي. اقرب البطولات لقلبي كان ايه السؤال التاني؟ اصعب المشاركات البطولات اللي شاركت فيها واقربهم لقلبك. اصعب المشاركات البطوله الافريقيه المؤهله، دي كانت صعبه جدا نفسيا، حتى ان هو الغلطه بفوره في الجمباز وجمباز التجهيزه، فحتى لو اشتغلت جهاز كويس لازم افضل ملتزم بتركيزي من الاول للاخر. دي كانت دي اللي خدت فيها دهب؟ دي اللي خدت فيها دهب. وتاني بطوله العربيه اللي فاتت من كام شهر كانت في الجزائر، في نفس دوله، في نفس الصاله بتاعت البحر المتوسط. معانا صور. كابتن جمال مطر المدير الفني والمدرب بتاع المنتخب طلع معايا الاولمبياد. كان بيقول لك ايه الصوره كويسه جدا. نعم. كان بيقول لك ايه فاكر؟ كان بيقول لي اطلع جمع عشان تبقى نفسيا مرتاح للحركه اللي هتطلعها في البطوله، عشان الحركه دي كنت دايما بقع فيها، الحركه دي ضيعت مني ميداليه اللي هو بيتكلم فيها دي في البحر المتوسط. وكان بياكد لي عليها. ايه اصعب جهاز بالنسبه لك في الجمباز؟ اصعب جهاز هو حصان حلق، اكيد ما بعتليش صور عشان مش بحبه. ده منتصر اول افريقيا اللي فاتت. انا عارفاه. عملت معاه انترفيو قبل كده. يعني وصاحبي من واحنا صغيرين جدا بقى، ده الفريق بتاعي. ودي البطوله العربيه في وهران في نفس الصاله بتاعت البحر المتوسط. بس يا سلام. حاجه كده دعايه لبطوله العالم.
حلو قوي. دي في افريقيا برضه؟ في افريقيا اللي فاتت. دي كانت الميداليه الثالثه تقريبا، الذهب اللي جابها. انت هنا شبه اسمه ايه اللعيب بتاع البرازيل ده؟ نيمار ولا ايه؟ فينيسيوس؟ مش فاكره اسمه، افتكر اسمه بعد الهوا. التاني اسمر. لا 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 فينيسيوس واحد تاني. بعد افريقيا ايه بقى البطولات بالنسبه لك اصعب منها؟ بعد افريقيا اللي كانت صعبه زي ما قلنا بحر متوسط، الاولمبياد كانت بالنسبه لي صعبه جدا، كانت في فتره كمان شويه مش احسن حاجه، كنا راجعين من كورونا وانك تاجس في الجمباز فتره كبيره الموضوع صعب طبعا. وحاليا داخلين تاني على بطولات صعبه، خلاص كمان البدايه كمان شهر تقريبا عندنا سلسله بطولات كبيره، لسه كنا لاعبين الجمهوريه من شهر الحمد لله، جبنا اول فريق واول فرد عام وكذا ميداليه كويسه الحمد لله. النادي الاهلي اللي جايين كلهم باسم المنتخب باذن الله، بدايتنا بطوله في المانيا كمان شهر بالظبط ان شاء الله. هنطلع بقى بعديها على الدوحه وبعديها على اذربيجان ورا بعض بقى بطولات كده. شايف فرصتك ازاي بقى في تاهل الاولمبياد باريس؟ هي البطوله المؤهله التاهيل بدايته من السنه دي، احنا كل واحد فينا بياخد طريق غير التاني في التاهيل، في ناس لعيبه اجهزه، في ناس لعيبه فرد عام، وناس لعيبه فريق. يعني حاليا فرصتنا في الفريق اخر السنه ان شاء الله قريبه، مش مستحيله، صعبه بس مش مستحيله ان شاء الله، احنا شغالين على ده. فرصتنا في الفردي كمان من نفس البطوله مش مستحيله، صعبه بس مش مستحيله برضو. واخيرا البطوله الافريقيه بس دي لسه السنه الجديده ان شاء الله، فاحنا في اللي قدامنا دلوقتي لازم نثبت نفسنا في البطولات اللي جايه دي عشان مصر تتعرف، اسمك يتعرف، يبتدي يسهل عليك الامور شويه على اخر السنه في البطوله المؤهله ان شاء الله. يا عمر باذن الله. ازاي ممكن الجمباز يحقق انتشار اوسع في مصر ويكون للعيبه اكتر وجماهير اكتر من وجهه نظرك؟ هو الفتره دي الجمباز منتشر عن الاول بكتير. صح. بكتير جدا جدا، في كميه نوادي واكاديميات فتحت، البطولات فيها كميه ناس كتيره جدا، حتى بطوله الجمهوريه ذات نفسها شكلها مختلف قوي عن الباقي. يعني احنا زمان كنا ممكن نلعب بطوله الجمهوريه في صالة تمرين عادية فيها سفنجة ومش عارف ايه، دلوقتي في استاد بيتحجز بيتفرش بأجهزة اللي احنا بنلعب عليها كاسات العالم العالمية، بنلعب على بطولة الجمهورية. فالموضوع مختلف جدا في الجمباز دلوقتي، معرفته كمان الناس عارفة يعني ايه جمباز، زمان الناس ما كانتش تعرف يعني ايه جمباز اصلا، فدي حاجة كويسة. انا شايف انك الموضوع ينتشر، انت كلاعب ليك دور والاتحاد ليه دور، الاتحاد قايم بدوره بيدعم اللعيبه عشان تعرف تسمع بره، لما الناس تسمعنا بره هتبتدي في جمباز، في لعيبه، في ميداليات، في حاجات كويسه بتحصل. ايه الجمباز ده؟ الناس هتبتدي تعرف، هتبتدي تروح على الجمباز على طول. صح عمر، انت نورتنا وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. موعدك ان شاء الله اول ما ترجع من باريس كده بميداليه هتبقى قاعد على نفس الكنبه. ان شاء الله ان شاء الله. للاسف خلصت فقرتنا، هنروح دلوقتي فاصل سريع ونرجع تاني لحضرتك. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا النهارده استشاره طبيه. استشاراتنا الطبيه النهارده هتكون لمرضى السمنه اللي بيجروا بطرق كتير جدا علشان يخلصوا من كابوس زيادة الوزن ويعيشوا حياة طبيعية من غير معاناة، ومن أشهر الطرق دي هو الرجيم القاسي اللي بيمنعهم يأكلوا أي حاجة أو وجبات ويكتفوا بس بوجبات بسيطة عشان يتخلصوا من الوزن ده بأسرع طريقة ممكنة. وللأسف مش بيكونوا مدركين كم المخاطر اللي ممكن يواجهوها بعد كده بسبب نقص عناصر كتير قوي جسمهم محروم منها. طيب إزاي المريض يخس بشكل صحي وكمان بطريقه سريعه من غير رجيم قاسي؟ ده اللي هنعرفه مع الدكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيكي. اهلا بيكي. عايز اعرف منك في الاول ايه المخاطر اللي بيسببها الرجيم القاسي اللي طبعا كل الناس بتلجا له؟ ناس كتير بتبقى فعلا عايزه تخس وبتقول لك خلاص انا اليوم كله هشرب ميه بس. بيحصل. دي مشكله كبيره لان بيحصل مخاطر كبيره جدا. اولا الجسم يوميا محتاج فيتامينات ومحتاج معادن ومحتاج بروتينات ومحتاج نشويات على فكره، يعني الكربوهيدرات الجسم محتاجها. فان انا اقعد اليوم كله حرم نفسي من البروتينز والفيتامينز والمينرالز والكربوهيدرات دي كارثه. اول حاجه يحصل لي مشكله في معدل الايض او يحصل لي مشكله في الميتابوليزم، معدل الحرق عندي
هيحصل له مشكله كبيره. تاني حاجه لو الفيتامينات والمعادن من الكالسيوم، من فيتامين سي، من الزنك، من الاوميجا، من فيتامين د، كل الحاجات دي ممكن ناخدها. فيتامين د طبعا من الشمس لان مصادره مش كتيره في الاكل، بس كل الفيتامينات مصادرها الاكل. مظبوط. لو ما خدتش الفيتامينات اللي مطلوبه لجسمي، اولا اضطراب شديد في الجهاز الهضمي، هيحصل لي امساك مزمن، هيحصل لي مشكله في الحديد، يعني انا حتى الحديد انا لازم اكل حديد عشان ما يحصليش اضطراب في ضربات القلب. صح. ما يحصليش انيميا، ما يحصليش مشاكل في التنفس. فكل الحاجات دي بتبقى مشكله كبيره ان احنا بنحرم نفسنا من الاكل، هيحصل اضطرابات قلب، هيحصل امساك، هيحصل مشاكل في الجهاز الهضمي، هيحصل صداع، واحيانا بيحصل اكتئاب، لان المينرالز والفيتامينز المخ محتاج، والاوميجا المخ محتاج الحاجات دي جدا. فلما قال الحاجات دي ممكن يوصلنا الى الاكتئاب. فمحدش عشان يخس يقول لك انا هحرم نفسي من الاكل. لا، احنا هناكل بكميات كويسه، الجسم محتاج الفيتامينات. وهتكلم على الكورس الامن المرخص من وزاره الصحه المصريه ومن هيئه سلامه الغذاء ومن انتاج شركه بايو ناتشرالز اللي يقدر يخسسني وما يحسسنيش بالتعب. يمكن حتى اللي ما بياكلوش خالص دول اول حاجه ما عندهمش طاقه خالص، يعني اصحى من النوم مش قادره انزل اروح شغلي امارس حياتي اليوميه. الفيتامينات والمعادن اول ما بتنقص الاقي على طول شعري بيقع، الاقي وشي شاحب جدا، الاقي هالات سودا، الاقي تجاعيد. كل الحاجات دي بتبقى نتيجه نقص الاكل. فازاي نقدر نحمي نفسنا من المشاكل الصحيه دي بالكورس اللي انا جاي اتكلم عنه. ازاي بقى يعني انا ازاي مريض السمنه يقدر يخس بشكل صحي من غير ما يحصل له كل المشاكل اللي حضرتك بتقولي عليها دي؟ ازاي نقدر نخس بشكل صحي؟ ان احنا نستخدم مكملات غذائية. لازم أول حاجة تبقى مرخصة، تبقى أمنة، تبقى عبارة عن ألياف طبيعية. أهم حاجة عشان أخس رقم واحد إن أنا أكبح الشهية. إحنا عندنا مشكلة شهية، يعني عندنا مشكلة إحنا طول الوقت جعانين، وحتى لما في الشتاء بالليل بنجوع أكتر. وعلى طول بقول ما ينفعش إن أنا آكل وأنام، دي مشكله كبيره قوي. طب ازاي نقدر ان احنا نخس بطريقه سهله ومن غير حرمان؟ ان انا استخدم اول حاجه منتج اسمه او مكمل غذائي اسمه بيستا. بيستا من اهم المكملات الغذائيه اللي بتساعدني على انقاص الوزن، لانه عباره عن الياف. الالياف داخل بيستا من رده القمح، من الشوفان، ومن قشور السليم. طبعا الكورس اللي انا شايفاه على الشاشه، شركة بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري، ما عندناش أي منفذ بيع آخر غير فقط الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. بنقدر نحصل على الكورس من بيستا، من ألب مالتي فيت، من القهوة الخضراء. هقول أهمية القهوة الخضراء في إنقاص الوزن. وطبعا التواصل مع الشركة هي الأرقام اللي موجودة لطلب الكورس. وأوريدي الشركة عاملة يعني موفرة مندوبين في كل محافظات مصر، والشركة عاملة حاجة كويسة جدا ان موفرة كمان فريق طبي كامل بيقدر يتابع الحالة. وكل واحد من مريض السمنة سواء ست او راجل او اعمار مختلفة، كل واحد ليه كورس مختلف عن التاني. لو هتكلم على بيستا، بيستا بيتاخد يا اما كيس واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة قبل الوجبات الرئيسية. اهم حاجة على كوباية مية كبيرة، لان الالياف لما بتشفط المية بتعمل زي حيز في المعدة. فلو انا مثلا بتغدى وجبة قد كده، انا بلاقي نفسي باكل ربعها بس وبقعد شبعانه فتره طويله، لان رده القمح بتاخد فتره في الهضم. فممكن اقعد بعد ما انا اكلت بيستا، اقعد او شربت بيستا قبل الاكل، اقعد 6 ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه. ودي حاجه كويسه جدا جدا ان بيستا بيقدر يكبح لي الشهيه ويخليني اكل كل حاجه بس بكميات بسيطه. بلس انه داخله الكروميوم. الكروميوم مهم جدا لضبط مستوى السكر والكوليسترول في الدم. طب معلش يا دكتور، هل الكورس ده في حاجه بتساعد كمان على الحرق؟ الناس اللي عندها معدل حرق بطيء؟ في طبعا. اولا الكروميوم بيساعد على زياده معدل الحرق، وداخل الكورس في الجرين كوفي. الجرين كوفي او القهوه الخضراء بتقدر تعليلي جدا معدل الحرق. وردي القهوه الخضراء كمان كله مضاد اكسده، فبيقلل لي جدا الالتهابات في الجسم. بلس ان الب مالتي فيت، الفيتامين اللي لازم يتاخد مع بيستا، لان اللي هو العلبه اللي لونها اورنج، اللي هي جرين في اورنج. الب مالتي فيت ده مالتي فيتامين مهم جدا لاي حد بيفكر يخس وهيقلل اكله. لان انا ليه بقى؟
قلت في اول حلقه اللي بيقللوا الاكل بيبقى عندهم نقص في الفيتامينات. وانا من غير فيتامينز يوميا ما اقدرش اعيش. يعني من غير فيتامين بي انا بسميه الحياه. فيتامين بي اللي هو الكوبالامين والفوليك اسيد وفيتامين بي 1 و 2 3 ده اللي بيحول لي الاكل الى طاقه. والطاقه مش بس ان انا انزل واروح الشغل، لا، انا جسمي كله محتاج طاقه. عملية الهضم يمكن احنا ما بنحسش بيها، دي عملية مركبة جدا من اول ما الاكل بيخش لغاية الاخراج، دي عملية مركبة جدا محتاجة سعرات حرارية. ممكن اقول نقل هرموناتنا في الدم، نقل الهرمونات نفسها محتاج سعرات حرارية. وانا قاعدة بتنفس، وانا قاعدة معاكم بتنفس، ده كل ده حرق سعرات حرارية. النوم كمان بيحتاج طاقة، والنوم محتاج سعرات حرارية، فالسعرات الحرارية دي مهمة جدا. فيتامين بي هو اللي مسؤول عن التمثيل الغذائي، وفيتامين بي مهم كمان لصحة أعصابنا. بتلاقي أحيانا مثلا أي يمسك المجدة لأي بيقع، أعصابي خفيفة جدا. فأوريدي فيتامين بي بيقوي جدا الأعصاب. عشان كده كمان يمكن مريض السكر مع الأدوية الخفضة للسكر سواء بياخد الأستولين أو الأدوية المتعرف عليها، الدكتور بيكتب له في روشته أنه لازم ياخد فيتامين بي عشان يقوي أعصابه. عندي كمان داخل ألب مالتي فيت، لو هتكلم بقى أن أنا عايزة أخس ومش عايزه بشرتي تتاثر، مش عايزه مثلا وانا نازله انت خسيتي بس وشك تعبان، دي اكتر كومنت بيضايقنا احنا كستات، وشي تعبان فتلاقينا قدام المرايه بقى عايزين نبص مال وشنا. فمهم جدا ان اخد فيتامين سي. فيتامين سي كمان داخل ألبا مالتي فيت بنسبه 500 ملي جرام، بيقدر جدا يعزز لي من امتصاص الحديد ويعزز لي من تجديد الكولاجين عندنا. حلو قوي. احنا لسه مكملين كلامنا، بس احنا معانا حاله من اللي استخدموا الكورس. الو، ده فيديو مش مكالمه. طيب هنروح نشوف الفيديو ونرجع. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى فيه صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح، كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. طبعا نتيجه هايله دي حقيقه. نروح ل هل الكورس مناسب لجميع الاعمار وجميع الفئات لو انا عندي ضغط سكر ايا كان؟ الكورس مناسب من سن 13 سنه، واحنا طبعا. وبعدين المشكله في الشباب الصغير ان كتب، يعني اي ام صعبه انها تعمل كنترول تقول له كل ده وما تاكلش ده، هو بينزل الشارع، بيروح المدرسه، بيروح النادي، اي جانك فود قدامه بياكله. فمهم جدا ان هو يستخدم ساشت من بيستا عشان حتى لما يجي ياكل الجانك فود ده ما يخلصش 3 4 سندوتشات، فاهمه قصدي؟ فهو مناسب من سن 13 سنه، ومناسب لاصحاب الامراض المزمنه طبعا زي مريض الضغط والسكر والكوليسترول والقلب، ما عنديش اي مشكله معاهم خالص. لجميع الاعمار، يعني حتى السن الكبير يقدر يستخدمه بكل امان، سواء بيستا سواء ألب مالتي فيت وحتى القهوه الخضراء. ممكن حد يقول لي مثلا طب انا هاخد ساشه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، الجرعه ايه؟ لو هتكلم على ألب مالتي فيت هو قرص واحد بس في اليوم اللي هو الفيتامين، الفيتامين ده بعد الفطار. عشان فيتامين بي بيدعمني جدا الطاقه، فلو اخدته بالليل ممكن يسهرني. فهو بعد الفطار. لكن بيستا هاخده كيس ولا اتنين ولا ثلاثة على حسب الحالة، على حسب الوزن، على حسب البادي ماس اندكس، على حسب انا قد ايه اوفر ويت. اللي يقدر يحدد ده هو الفريق الطبي المتواجد في شركة باي ناتشرالز، بلس ان اوريدي في متابعه كل اسبوع مجانيا لكل الحالات اللي اخذت مننا الكورس، ودي حاجه كويسه ان احنا حتى نشجعهم وجدانيا. انت عارفه مريض السمنه محتاج دعم تشجيع. نفسي طبعا طبعا مزبوط. دعم نفسي ده مهم، يمكن من اهم اسباب نجاح انقاص الوزن هو فعلا الدعم النفسي. بالظبط. طب خلينا كده دكتور نروح على اسئله السوشيال اللي في حالات بعتتها من الصفحه. سلمى محمد علي 45 سنه،
123 كيلو، الطول 169، مشاكلها الصحية عندها سكر، شهية الأكل عالية جدا، بتقول حاولت أخس مرتين ورجعت تاني، وعندها أماكن لتجمع الدهون في البطن والأرداف، ودي مشكلة ناس كتير قوي. مشكلة ناس كتير، وعلى طول بقول يعني صحتي لأي مريض سكر رقم واحد لازم يخس، ده مهم جدا. ويمكن كمان مقاومة الأنسولين عندها عالية، فمعنى كده الشراهة عندها عالية جدا. أقدر أقول لها أنها تبدأ من ساعة ما شافتنا أنها تستخدم كورس بيستا. ازاي هتقدر تحصل عليه؟ من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وردي الفريق الطبي هيتابع الحاله، وكل اسبوع هتلاقي نفسها بتخس لان هي اوفر ويت كتير. فهي كل اسبوع هتلاقي نفسها بتخس، وكل ما هتخس حتى 2 3 كيلو في الاسبوع هتلاقي نفسيتها اتغيرت تماما يعني. فده يشجعها فعلا انها تكمل. تكمل بالظبط. صح. في حاله تانية، انتصار السيد وزنها 150 وشكلها زايد اكتر الفتره دي، ونفسيتي وحشه خالص، كنت بعمل شغل البيت ودلوقتي بعمله بالعافيه. عندها 28 سنه يا حبيبتي، صغيره وما عندهاش مشاكل صحيه الحمد لله. طولها 167 ووزن 150. لا هي 28 سنه وكل الوزن ده كبير قوي، كتير قوي على سنها. لو ما عندهاش دلوقتي مشاكل صحيه السنه دي، لو هي بالظبط، لو هي ما عملتش ستوب ووقفت مع نفسها وقالت لازم تخس، اكيد هيجي لها مشاكل صحيه. ده فور شور. فلازم تبدا. وبعدين ما فيش حاجه اسمها إيه انا خلاص انا تخنت كتير وهخس ايه ولا ايه، فيعني اكمل بقى وزي ما تيجي تيجي. لا يعني انا على طول بقول لاي مريض سمنه اتس نيفر تو ليت، هبدا من النهارده، هبدا من دلوقتي، ولازم يبقى عندنا قوه اراده والتزام. وموضوع الالتزام هيبقى سهل مع الكورس، لان انا يعني على طول بقول احنا مش هحرمهم من الاكل. انت بتوصليهم الاول انهم شبعانين اوريدي. دي احلى حاجه. ان انا بوصل للمريض ان هو اوريدي مش حاسس ان هو جعان قوي. وبعد كده دكتور بتغيري لهم بقى نوع الاكل؟ بتطمن يا تسيبهم ياكلوا ولا هاخده بشاميل ولا ايه؟ والله انا مع الاكل الصحي. اولا المكرونه البشاميل ممكن ناكلها، مش لازم ناكلها كل يوم، ممكن ناكلها مره في الاسبوع. وانا مع الاكل الصحي اللي عايز يخس او مش عايز يخس. الاكل الصحي ده اسلوب حياه، معاه شويه يعني، معاه المكرونه البشاميل والمحاشي وكل الحاجات دي مفيش مشكله، اهم حاجه الكميات ما تبقاش عندي كتير. والله اكل البيت فعلا، انا دايما بنقول اكل البيت افيد وما بيتخنش زي الجنك كده ولا كده. طبعا بس الجنك فود طعمه حلو، طعمه يعني حلو. دي حقيقه. طيب عندنا مشكله، اعتقد ان هي مش مشكله بس الام دي، هي بتقول ان ابنها بياكل كتير جدا جدا كل ما بيزعل، وزايد وزنه كتير وداخل في اكتئاب ومش عايز يبطل اكل. المشكله دي يا دكتور اللي لا يا شيخ حرام عليك، ولو مامته قالت له ما تاكلش هيعاني اكتر. طب المشكله دي فعلا في ناس كتير يعني، احنا ساعات بنبقى منهم ساعات عند ولا على طول لما بنزعل كل بنزعل ناكل. الترجمه عندي في وجبه، اللي زعلان بياكل واللي مبسوط بياكل. مين زي انا باكل وانا مبسوطه وانا زعلانه وانا متوتره، كل المشاعر اكل يعني. مهم برضو ان هي تخليه يبدا كورس بيستا والب مالتي فيت والقهوه الخضراء، وهو مش هيعند من نفسه لان هو مش هيحس ان هو جعانهم، هيبقى هيحس ان هو شبعان. يعني لو هو بياكل كتير جدا هياكل ربع الاكل ده، وهو مناسب جدا لسنه، مفيش اي مشكله. وتقدر كمان تتابع مع الفريق الطبي بتاع الشركه كل اسبوع، واحنا عندنا اوريدي مندوبين في كل محافظات مصر، بنوصل لاي حته. ولو عايزه مثلا حتى تطلب عن طريق الارقام، وعندنا كمان صفحه على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، تقدر كمان تستفسر او تطلب الكورس من خلال الصفحه. حلو قوي. اخر مشكله معانا من بوسي مصطفى، بتقول ان وزنها كان مظبوط وبدات خدت علاج، بس العلاج ده فيه كورتيزون. الكورتيزون تخنها قوي وعايزة ترجع لوزنها اللي كانت عليه تاني، فهل لو خدت الكورس هتقدر ترجع للوزن تاني؟ طبعا مفيش اي مشكله. هو اكيد الكورتيزونات بتتخن مشكله. اي علاج هرمونز كمان، يعني لو اي ست بتاخد علاج هرموني بيتخن، والكونتراسبتيفز اللي هي موانع الحمل كمان بتتخن. اي هرمونز واي لخبطه، خلي بالك كمان لو احنا كستات عندنا ضغط نفسي او لخبطه في الصحه النفسيه بنتخن، لان ده بيعمل لي لخبطه في الهرمونز، واي لخبطه في الهرمونز بتحبس ميه وبتتخن. فانا بقول لها تقدر تبدا معانا الكورس، وهتلاقي نفسها بتخس، وهتلاقي النفسيه اتحولت 360 درجه. ده لو خست كيلو هتلاقي ايه ده خسيت، وهتلاقيها بتكمل، وهتلاقي النفسيه عندها بقت كويسه جدا جدا. مفيش حاجه اسمها اتس نيفر تو ليت، وهتبدا الكورس وهتلاقي نفسها كمان بتخس.
تحفه حلوه قوي. ممكن الكورس فيه الارقام موجوده عندنا التواصل؟ طبعا على الشاشه موجوده الارقام على الشاشه. بنتواصل من خلال ارقام شركه بايوناتشرز اللي هي الوكيل الحصري لكورس بيستا. وبرجع اطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا ان الكورس سواء بيستا وقال بمالتي فيت واخد ترخيص من وزارة الصحة المصرية واخد ترخيص كمان من هيئة سلامة الغذاء، وده يدي الأمان أن أنا لما باخد حاجات مرخصة من الجهات المختصة. حياة أفضل طبعا مع بيستا، والأرقام بتاعت الشركة مكتوبة على الشاشة، بنقدر نتواصل مع هذه الأرقام والفريق الطبي اللي بيتابع الحالة لأي حد بياخد الكورس كل أسبوع كمان بالمجان. وعندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، كمان نقدر نطلب أو نستفسر عن أي حاجة احنا عايزينها كمان من خلال الصفحة. يمكن الحالة اللي كنا هتقولي حاجة؟ لا لا ما يمكن الحالة اللي كلمنا عنها ان هو الناس اللي بتزعل وكده، والست اللي بتقول ابنها كل ما بيزعل بياكل، ازاي بتقدموا دعم نفسي؟ بنقدم الدعم النفسي من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه. لما بيجوا ياخدوا الكورس ويلاقوا نفسهم خسوا، طبعا ما اقدرش اقول هو في خلال اسبوع هيخس قد ايه. اولا الراجل بيخس اسرع من الست، لان الراجل كتلته العضليه اكتر، احنا عندنا دهون اكتر. فالدهون خلي بالك، حتى لما بدانا كلامنا في الاول ان الاكل القليل يعني البروتين، يعني احنا البروتين ده هو اللي بيعمل لنا الكتله العضليه. لو ما خدتش بروتين هقلل جدا الحرق، فمهم قوي ان انا اخد بروتينات، ده بيعلي لي معدل الحرق طول ما انا عندي كتله عضليه. فالدعم النفسي ان هو اوريدي لما بيجي يخس ويتكلم يقول لك انا خسيت كيلو، خسيت او هي وات ايفر ست او ولد او بنت خس كيلو خس اتنين، والفريق الطبي بيدعمه كل الحاجات دي، ده الدعم النفسي. ده مهم جدا ان حد يشجعه كمل كملي، فدي حاجه كمان. اعتقد يا دكتوره النتيجه بتبقى هي اكبر دعم نفسي. طبعا يعني طبعا. عارفه لما اخد الكورس وخست لي 2 3 4 كيلو مش عارفه ايه، وبتشوف شكلي والهدوم عليا، ده اكبر. قصه الهدوم دي كمان يعني مهمه قوي، مهمه قوي. يعني اي واحده فينا لو تخنت كيلو ولا اتنين بتتضايق، واللبس. بس خلي بالك كمان الاهم من الشكل الصحه. مظبوط، الصحه مهمه جدا. لان برجع اقول ان السمنه باب لاكثر من 30 مرض عضوي، فلازم يبقى عندنا برضو الوعي ان مش عايزين نتخن، لان التخن باب لامراض القلب والعظم. يمكن بعد فتره هتلاقي ظهرك بيوجعك، ركبك مش قادره تشيلك في سنه صغير، حرام. وباب كبير لمرض السكر النوع الثاني والكوليسترول والدهون الثلاثيه، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نوصلش نفسنا لكل الامراض دي. ان شاء الله يا دكتور نورتينا وخلصت فقرتنا وحلقتنا، وان شاء الله معانا دايما باذن الله. إن شاء الله. للاسف خلصت حلقتنا، نورتنا الدكتور معانا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا معانا وقدرنا نقدم لكم معلومات تهمكم. استنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده ومواضيع مختلفه. باي.